أسعد الله صباحكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان اليوم عنوانها في منطقة الكاظمية وتحديدا دائرة مرور الكاظمية. هذه الدائرة يعني تحدث كثير من المواطنين أنه فيها زخم كبير، مراجعين أعداد كبيرة، يعني مثل ما نشوف الشارع الآن ممتلئ بالمراجعين. لذلك يعني راح نتحدث ويا الناس المراجعين ايش عندهم متأخرين وليش أصلا يعني هم واقفين خارج الدائرة. إذا أكو أحد من المواطنين. السلام عليكم، شلونكم؟ احنا بالنسبه لنا شركات يعني وكلاء مال شركات، نقل المكياجات عندنا من ضمن قرار المدير المرور العامه. كان عندنا من ضمن الحصه مالتنا 10 معاملات من ضمنها النقل الملكيه. هسه لغوا نقل الملكيه والمواطنين دي يجون علينا اكثر، يعني هسه التسجيل ما عندنا، خلص سيارات التسجيل انتهى موضوعا، بس عندنا نقل الملكيه للمواطن. شو تقصد بها شركات الاهليه؟ شركات الاهليه وكلاء البيع يعني. اي المخاولين مال شركات الاهليه. نعم. فهسه عندنا نقل الملكيه لغت. نعم. ليش لغت احنا نقل الملكيه؟ هاي المواطنين كلهم استكثرت يجونا نرجعهم، يجي من البصره من يا بالكم انتم حصه 10، احنا الحصه مالتنا 10 ما نريد نسجل بها، نريد نقل الملكيه للمواطنين. ليش لغت؟ هذا سبب الغاء مالتنا. نعم. يعني لازم نسال انه موضوع الغاء نقل الملكيه بالنسبه لي الشركات. الشركات هاي ايوه. هذا الموبايلات ما يطبن، عندنا اكثر من مراجعين، يعني احنا ناس جوا بنبصمهم زين، اطلع انا للسياره مالتي برا بنهايه الشارع وارجع اخابر على المواطن يجي لو ما يجيني. اكثر الشركات دا يقول علينا انه اكو بيها تنازل. ماكو امانات؟ لا لا ما عندنا امانات. ما عندنا؟ لا لا ماكو امانات. شنو السبب هذا؟ ما اعرف سبب الاوضاع هاي الانفجارات، ما اعرف شنو السبب. الغايه انه خلوا الموبايلات بعد ما تدخل، شنو المشكله؟ يعني على مود شنو ما اعرف ليش شنو السبب. هو موبايل انت ما بدخل لك قنبله شو اسمه، هو موبايل حاطط خابر، يجيك شركه، يجيك مواطن، يجيك اي واحد تقدر تخابره، تصير عندك شغله تقدر تشتكي. هاي ان شاء الله الموبايلات من لغتهم. تمام راح نسال. ايش عندكم يا شباب؟ هاي موبايلي. موبايلك هذا اللي هو احمد. من هو؟ الدراجات. هاي مو دراجات، لين ما عاد يجي ياخذ موبايل. هاي صار 3 أيام ادور عليه. يعني ان اخذ منك موبايل بدل مستمسك؟ بدون مستمسك. هي. وين هاي؟ وين بيعمل؟ مقابله ابو جعفر المنصور 24 بالشهر. صحيح. ومن اللي اخذه بالضبط؟ رائد احمد. رائد؟ احمد. بالمرور؟ بالمرور اي. نعم. يعني سيد مرور العام اكو شيء اجراء انه ممكن ينسحب موبايل مواطن؟ صار 3 أيام اشتغل ديليفري. انت شو اشتغل؟ اشتغل ديليفري على مود الدراجه يعني؟ على مود الدراجه اشتغل بديليفري. زين رحت على هذا الرائد بال هسه جاي ادور عليه، قال لي واجبه بالقادسيه. انا صار 3 أيام ادفع كراوي، اخر شيء قال لي روح للقادسيه. رحت للمواد جنوب مال ابو جعفر المنصور. نعم. كلها رحت، يقول له اخر شيء قال له روح للقادسيه. تلقى واجبه جواز جسر. انت على قاطع المرور حاليا مو على دائره التسجيل يعني؟ هذا القاطع اللي ايه. نعم اي مال الحجوزات ساعه موبايل بدون المستمسك. نعم. ايه. يعني ما اعرف ان شاء الله سيد مدير المرور العام، يعني اكو عندك امر بانه يكون منتسب عندك من المرور يسحب موبايل مواطن لين ما شايل المستمسك؟ ان شاء الله بيشغل وده تحجز دراجته يعني. اوكي اجراء قانوني حجز الدراجه بس سحب الموبايل ما اعرف يعني. بعد شباب ايش عندكم؟ جاي من ساعة هذلاني. نعم. عامل نظافة. نعم. جيت من البيت جاي داوم. نعم. جيت لقيت الزحام ساعة عدل. نعم. وقفوني 3، واحدة من نجدة. انت ايش عندك دراجة؟ دراجة عندي. انا عامل نظافة رايح يعني متوجه للدوام. قال لي تعال وين رايح؟ قلت له رايح للدوام. قال لي طين سويت وانزل من الدراجة بساعة. طيت السويت قلت له بخدمتك. اخر شيء قال لي شلون تطلع هيجي؟ لا مسنسك. قلت له هاي كلها شايلها اني. قال لي لا اعطيني السويتش. اعطيته السويتش دفعني اخذ الدراجه. قلت له بخدمتك. قلت له بس انا عامل نظافه يومي 8000، يعني ادفع 40000 شنو ذنبي؟ يقول لي امر من رئيس الوزراء. قلت له امر من رئيس الوزراء 50 دينار. ها اسمع العفو. قلت له انا عامل نظافه يومي 10000 دينار، قص له 40000 لو 30000. هو هذا حال الفقير؟ نعم. يعني احسن من عندنا؟ هذول بالبرلمان يعني عامل نظافة اللي هسان يجور يومي ما أعرف مصيري وين. أناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يقول أنا أساعد الفقرة، عامل نظافة يقص لي 30000 اللي هسا دور على ضابط المرور ما هو رائد حامد. أقول له يابا أنا عامل نظافة، يقول لي شو أسوي لك وذا عامل نظافة. الله أكبر على الدولة العراقية. نعم. أنا أشكرك. يعني هاي معاناة المواطن اليوم موضوع الدراجات، موضوع الدراجات. بس أنا شدني الموضوع اللي موبايلك. أنت أريد تخلي رقم تليفونك يا واحد من الشباب
حتى نتابع موضوعك. والله خذ يعني هو خلي هذا الرقم، خلي هذا الرقم. احنا يوم الاحد لزمونا بساعة عدل رايح للشغل الساعة 8 الصبح. نعم. لزمونا المرور، تعال وين رايح؟ يابا رايح للشغل، انا رايح 200 الف انا عامل. نعم. اعطيني السويتش يابا، قلت له تفضل هذا السويتش، اخذ الدراجة على حسب الاصول، قال لي روح ادفع غرامة. جيت هنا مشيت بالمعاملة دفعت غرامة 50,000 دينار ما عدا الاستنساخات ب 25، انا راتبي 200,000، 75,000 دينار ما عدا الكراوة الروحة والجهة. دفعت الوصل، هذا الوصل دفع وصل، وبعدين يقول لي ماكو دراجة. بعدين يقول لي ماكو دراجة، دراجتي بالحجز. قال لي روح ادفع، هو نفسه مفاوض علي، قال لي روح ادفع غرامة واجطك الدراجة. اجيت يقول لي جاني قرار ما طلع دراجة، يابا انا دافع غرامة. زين، يعني هو قانونا انه دافع الغرامه، دافع الغرامه وكل الثبوتيات. بعد من يدفع الغرامه المفروض يستلم دراجته تطلع من الحجز. اي يقول لي ماكو دراجه. يعني هذا يصير؟ يعني وهذا لون المرور والحرس كله تفوت بدراجاتهم، بس على الفقير قادرين هذول الحرس والمرور. من يشوفون الفقير يقمزون عليه ثلاثه اربعه. السلام عليكم. عليكم السلام. اه يا ميت عايش تعرف الله يقبله، اخذوا دراجتي. والله منو اخذها؟ وين؟ ساعده فنه مساعده. مرور حتى اذا طلع اي ما عندي الدجال وارقام كذا، طلع سنوي وارقام، بس سنوي وارقام تكلفك 450. انت دراجتك بيش ماخذه يا عزيز؟ زين اليوم اذا انت تريد تشتغل بالدراجه هسه المواطن العراقي قاعد ابسط فيه، يشتغل له مندوب بيها، له موزع، له دليفري يشتغل. يعني الناس على باب الله، حتى حربوا العالم برزقهم يا شباب. بس تعالوا هيك، تعالوا جاي لان الشارع ما اريد نسد الشارع. انا عندي تلف اميتي دجال عندي والله. انت فقير، انت ايش تشتغل بالدراجه؟ حمال، اروح لشغلي اجي شغلي بالدراجه. اي والله واخذوها منك. اي والله اخذوها. يعني حارب او العالم والله. حتى بالسياره دفعنا. انزل اخذ السوق. كورونا على الوضع هذا، احنا راح نجيب الكورونا. زين احنا خلصنا من الدراجات، قلنا نصعد بالدراجات حتى نبتعد من الكورونا. صحيح ولا انا شغلي هسه من 7 البر اجي هنا بشغلي. شغلي هنا اشتغل كهربائي بالمنطقه، المنطقه اتحول من مكان لمكان. ياخذون دراجه من عندي وانا شايب عمري 46 سنه. ياخذون دراجه من عندي اتوسل بيهم وتوسل، وهاي اوراقها موجوده. ما رخصتك؟ والبارحه التقى بينا، البارحه التقى بينا هناك كنا متجمعين، التقى بينا سيد القائد قال باكر اعطيكم كل الدراجات وتروحون للحسينيه تسجلون ارقامكم. من التقى بيكم هنا؟ مدير العام. قال باكر اعطيكم كل الدراجات على اليوم. اجينا اليوم يقولون ماكو دراجات، يعني دي يضربنا بنش، يعني دي يقولون لنا روحوا. يعني هاي دراجاتنا كلها بفلوس. نعم والله ما عندنا. اكو عالم قام تبيع، اللي ياخذون دراجات قاموا يبيعوهن، عالم قاموا يبيعوهن، منتسبين قاموا يبيعون بالدراجات. والله العظيم ثقب الحسين، وهذا ابن الصادق ياخذ الدراجه في سبيل يبيعها، اذا سعرها 700 يبيعها ب 150، ياخذوها يبيعوها ما ينطيها له وتنقلب الدنيا. ما خصك يا سيدي. اربع دراجات طلعوا قدام، شنو هذا؟ واسطه؟ شنو يعني فقير؟ كلمي صي سعد فقراء، كلمي انا فقير والله. دجال عندي. اذا سيد مدير المرور العام، انت موعد الشباب انه تطلع دراجاتهم، لذلك احنا نريد يعني نريد نتابع هذا الموضوع، بالاضافه الى موضوع الموبايل اللي مسحوب من مواطن بسبب انه هو عنده دراجه. خلونا رقم تليفون الشباب هنا، نريد نشوف بعد اذا احد عنده اي ملاحظات. حجي شلونك؟ غاتي اهلا وسهلا. وشنو مراجعتك اليوم؟ والله على البصمه بس. زين شلون الاجراءات؟ لا الاجراءات كلش محترمه. يعني هذا الزخم وهذا؟ والله هي عسره على الاستماره. نعم. اي لزمنا قصينا. امور سهله؟ الحمد لله ماكو اي صعوبه. نعم حبيبي. اذا قلب زعلان. ما رخصتك؟ يعني تاجمه كلها حرام، ويا تاجت من؟ يوك الظهر حرام، يوك من ناجي من ناي قبل يبوك من انا اتناشد. يعني معامله ما سايبه. نعم. هي سايبه كلها ب20 ورقه. نعم. شنو مشكلات المعامله؟ مشكله مال معاملتي سايب بطاقه سكن تي عاديه ما اصليه مستنسخه. نعم. زين يقول لي ما مشي لك اياها ب100,000. ليش؟ منو قال لك 100,000؟ هم جوه يعني. زين يعني على مود وهاي هي ب20 ورقه السياره اكلت 700,000 والله العظيم. وعقابه مو سرقابه. تمام. زين وين نروح يعني كارثه اذا فعلا مطلوب منا رشوه هنا؟ زين وين نروح يعني؟ وين نروح؟ زين انت اذا تحب خليك ويانا وراح ندخل على السيد المدير ونشوف شنو الاجراء اللي ممكن يساعدكم به. هو بالنهايه مطلوب البطاقه، يعني بطاقه السكن. وانا عندي موحده، يعني الموحده، وعندي بطاقه تموينيه، هاي بطاقه يعني كل الثبوتات تثبت بانه انا. انت تبيعها مو تبيع؟ لا انا مشتري كلفتني 700 والله المعامله والله.
زين العزيز، احنا اصحاب البسطيات. اي يعني احنا نسترزق ناس فقر على باب الله. وين بسطياتكم؟ احنا بسطياتنا كانت هنا، شيلونا منا ذبونا اللي غاب يم المرور هنا. هنا قالوا الاتحاد خطره وازدحموا وما اعرف شنو تفجيرات. هو احنا كان من هناك نسترزق ذاك الباب، شالوه جابوه هنا. احنا نطالب المدير العام ان يحول لنا من هذا الباب هناك، يحول الباب. نعم. مو يقول ازدحام وتفجيرات وما اعرف شنو، خي حوله هناك ويدفع الفتنه. نعم. اي وانت تقون تشتغلون بس والاتحاد يركض ورانا ولا تشيل عقود وما اعرف شنو، يعني شنو بس قاعدين على الفقير هذا اللي بالسجن ما يعدمونه؟ اذا هو هيك نشر ويعاقب الارهابيين ويلزمهم ما يعدم ذولي ما ادري كم الف بالسجون. نعم. يعني لازم بسطياتكم يعني قوه، يريد الفقير يبوق ويسلم. بسطياتكم ماليش ترويج معاملات مع يعني. احنا استنساخ وعقود، ما عندنا شيء بس استنساخ عقود هيجي فايلات نبيع. استاذ عزيز ما يصير هيك يعني. اذا راح ندخل الى داخل الدائره حتى نتعرف على مدير الدائره وايضا على اجراءات اللي يتم من خلالها هنا. أنا بس وصل صوتنا المعالي الوزير عثمان الغانمي. نعم. قل يعني متبهذلين حيل واجراءات كلش صعبه والموبايل ما تدخله على زين. تحويل ملكيه عندك؟ لا انا تجديد سنوي. تجديد سنوي، شنو اللي صار وياك؟ يعني كلش بهذله كلش، والنساء ما لهم سره وما لهم شباك يعني ويا الرجال. نعم. والموبايل يروحوا حير بيه، رجعوا كل من البيته رجعوا موبايلكم. يا ريت يعني انا عندي تحويل ملكيه. نعم. نفس الشيء. نعم. نفس المعاناه، التليفون ما خليه يدخل وياك، انا وحدي جاي، وين اخلي تليفوني؟ نعم. وين؟ الجماعه موجودين هنا، تعال خلنا اكمل لك معاقبين 150 200، انطينا انا اكمل لك اياها. يعني ما صار. يعني انا ظليت متفاجئ والله العظيم، انا جاي من الديوانيه. زين هسه تفاجئ، رجعت، عفتها كل شيء عفت. يعني عفت ورجعت، الا اذا ما يسوون حل يعني التاجيات ماكو، ابد ما شايف النهائيين. ما شفت مثل المديرية مرور التاجيات. هاي كاظمية احنا هسه. انا كنت بالتاجية رايح هسه، عرفت الحكي وجيت هسه شفتكم، انا جيت هنا. يعني فد مأساة. راح نوصل هاي النقاط كلها اللي حشوا بها المواطنين. يعني ماكو يعني ونحاول نشوف يعني اكو حلول الها. موضوع الموبايلات ايضا يعني الان حاليا موضوع الموبايلات يعني صار كم يوم يتم يعني منع المواطن من انه يدخل ويا موبايله. يعني لازم نفهم الاسباب اليوم. السلام عليكم. السلام. هذه دائرة مرور الكاظمية، هذه الاستعلامات. احنا راح نتواجد داخل الدائرة ونتعرف على السيد مدير الدائرة ونشوف هاي النقاط اللي طرحها المواطن. السلام عليكم. شلونك سيادة العقيد؟ اول شيء عرف المشاهد بحضرتك. انا العقيد علي طارش مدير مجمع بغداد 6 الكاظمية. تشرفنا. الله يخليك. الله يسلمك. تشرف بك. حجي اذا عندك شيء؟ والله كملت اجراءات بارك الله بهم الدائرة كلش زينة وما عندي الحمد لله والشكر. الحجيز كملت الحجيز. اما بخصوص الحاسبة والسرقات كملناها بخير من الله، وسيد المدير ما يقصر ويانا حتى لو عنده حجز متأخر يوم يومين. نعم. يعطينا يبدي لنا بعمله. نعم. ونشكر جاهزة ونشكر سيد المدير عقيد علي طارش. نعم. بارك الله بكم. سيادة العقيد أنا إحدى السيدات هسه قبل ما أدخل لك تقول يعني الإجراءات صعبة هنا وزخم وموضوع الموبايلات. الأمر أحد المواطنين بدون ما كل واحد يعني. أشكر من السيد المدير، قلت له أنا أستاذ جاي من الناصرية. قال شغلتك مقضية وساعدنا الرجل من عمل علي. نعم الحالات إنسانية. كلمة للحق والله لا ما يقصرون. كلمة للحق. شكرا لك. نعم. فسيادة العميد بس موضوع واحدة من السيدات هسه تقول ماكو سيرة للسيدات والإجراءات صعبة وموضوع الموبايل، سحب الموبايل هذا اللي يعني كلش اليوم قلق الناس برا. نعم بالبداية احنا نرحب قناة التغيير زيارتكم للموقع. انت حضرتك جيت زيارة مفاجئة وبدون موعد. نعم. وراح تلاحظ انت بعينك ومشاهدة وراح تشوف. نعم. الموقع وتشوف الانسيابية بالموقع. نعم. الاجراءات المعقده ما اعرف شنو يعني الاجراءات المعقده اللي حجت عليها الاخت. سيابيه بالعمل واحنا يعني واقفين اصلا ما قاعد انا بالنسبه لغرفتي. فما اعرف كل شخص ينطي رايه بس احنا المهم نشوف ما احنا داخل موقعنا راضين عن عملنا وراضين ممكن اخذ راي الناس. بالنسبه للموبايل صار بتوجيه يعني يوم امس من قبل السيد العام للضروره الامنيه طبعا لانه تعرف الاحداث الاخيره وتجديد الإجراءات الأمنية فأوعز بعدم السماح بدخول أي تليفون داخل الموقع. هي المشكلة ما يخالف بس إنه أنت ما عندك أمانات. أنا أستاذ العزيز أنا يوميا يدخل موقعي يعني يدخل تقريبا من 1000 إلى 1500 جزء 2000 مواطن. مواطن. نعم.
وين القاعة اللي يقدر أخلي بيها التليفون؟ يعني يا الأمان اللي يقدر أخلي بيها التليفون؟ راح تولد له مشكلة. هذا تليفوني، هذا مو تليفوني. أنا يعني فاني وجهنا البارحة بالإعلام، والبارحة كان هناك لقاء وجهناه بأنه يترك تليفونه بالسيارة بالوقت الحاضر، لأن حفاظا على أرواح المواطنين بالدرجة الأولى. المشكلة مو الكل عندهم سيارات، أو مو الكل يمكن نقول عندهم إمكانية أنه يكون يعني ويا احد يكون بالمراجعه. صحيح صح، بس استاذ احنا الوضع الامني والظرف الامني يعني الموبايل بصراحه سبب لنا مشاكل. فاحنا حفاظا لارواح المواطنين، حفاظا على دوائرنا، يتحمل المواطن لازم يتعاون ويانا لازم. يعني ما بيها مجال. اكو موضوع ثاني يمكن هو مو باختصاص دائرتك، بس موضوع الدراجات اليوم اللي يتم مصادرتها او يعني حجزها بغرامه، فهذه ما اعرف يعني اجراءات هذه مستمره. تعرف الدراجات تتجول بدون تسجيل. نعم. وهذا خطا كبير طبعا. خطأ كبير يعني تعرف انت وضع امني ويعني الامور تعرف اللي تمر بها البلد. نعم. فاحنا لا متى نبقى نجامل ابو الدراجه ونجامل ذاك، لازم احنا نوضع بعد الامور لازم. هو ممكن تنحط قوانين محدده. وضعوا بحيث انه ارقام ترقم. البارحه السيد العام نعم. وجه موقع تسجيل الحسينيه وكان اتصال مباشر بالاخ العبيد قيصر مدير الموقع، يعني انه يكون انه عزب انه استثناء يعني حتى خارج البوابه الالكترونيه، خارج الحجز الالكتروني، واللي استيعابهم وتسهيل مهمتهم باسرع وقت. اكو في التعليمات محدده؟ يعني اكو مثلا دراجات محدده باحجام لا هي الكل تسجل. نعم. حسب اللي داخله بشكل نعم. اصولي تسجل اصوليا. نعم. اليوم شفنا مواطن صراحه انا فاجئني، وهو الموضوع ايضا مو يمك بس احنا بدنا نطرحه للمشاهد، انه ساحبين موبايله بمكان ما يسحب مستمسك من مستمسكاته، يعني بالشارع ماخذين الدراجه من عنده حاجزيها وماخذين موبايله بدل المستمسك. ما اظن اكو شيء اجرام يعني. طبعا هو مو يهمه، بس تعرف انت نوبات المواطن اذا راد يسحب الدراجه يطالبه مستمسك، يقول له ما عنده مستمسك، ما هو عنده المستمسك مالته، يقول لك ما انطي المستمسك. بس عمر الموبايل مكان يعني هو ما يسحب لكنه اجراء، هو بالنهايه ذاك همنا مرور حسب ما فهمت. اكيد اكيد اكيد. نعم. شباب عندكم شيء؟ شلون الاجراءات؟ شلون الاجراءات؟ حلوه هنا انا وحلوه التخجر ماشيه. ماشي حلوه صوريه. نعم. ما اعرف اذا اكو احد عنده شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اكو شيء ملاحظه عندك كمواطن؟ اطرح اي شيء، احنا يعني هدفنا انه نعالج اي سلبيه او اي تاخير او اي شيء، فاذا عندك اي ملاحظه تفضل. والله الحمد لله وشكر. طبينا خلال نص ساعه هسه احنا حاليا يم السنوات نستلم السنويه. نعم. والسيد المدير متعاون جدا يعني. نعم. ايه نعم. يعني هاي خلال نص ساعه ان شاء الله احنا قاعد بس يسمحون بالسنويه ان شاء الله. منتظر بس التسلسل. نص ساعه والله والسيد نعم. المدير متعاون يعني. نعم. ايه شكرا لك. الله شكرا. مشكور. هاي المرحله الاخيره يعني بعد انجاز نعم. المعامله. نعم. يجي المواطن يستلم السنويه منا. كاظمية يمكن من المواقع اللي عليها زخم اصلا يعني. لا الحمد لله هسه احنا يعني الحمد لله يعني الامور طيبه. هاي هنا يسحب الاستماره الالكترونيه. فانشئنا هاي قاعه جديده هسه اذا حضرتك. هاي جديده انشئت حاليا. يعني توسع مثل توسع وتبسيط اجراءات بنفس الوقت، تبسيط اجراءات للمواطن يعني بحيث هو يسحب الاستماره الالكترونيه مباشر يتوجه هنا. نحن الغرامات والحاسبة. نعم. حاسبة قاعة شوية جديدة. نعم. اللي هي العفو الحاسبة والغرامات. نعم. بعد الاستمارة يتوجه مباشر يسحب بعد الالكترونية استمارة الكترونية مباشر خاطر إجراء يكون. نعم. يعني شباك بصف شباك. هاي الشبابيك ستة. نعم. كلها حاسبة سويتها وثلاثة للغرامات. طيب انت عندك الكادر كامل يعني دوامكم اليوم 100%؟ انا دوامنا 100%. نعم. يعني خلال فترة كورونا كانت الدوام اقل يمكن وصل ل 50 أو 75%. يعني وهذا يمكن اللي سبب زخم بعدين. احنا بعدين استاذ العجز احنا توجيه السيد العام خدمة المواطن والانجاز المعاملة باسرع وقت، فاحنا ضحينا بصراحة ضحينا كوادرنا والحمد لله والشكر يعني خدمة العالم أمنت لنا هواي أمور إن شاء الله الحمد لله، فسهلت إجراءات المعاملة بدينا نسحب هواي أعداد كبيرة يعني. نعم. والحمد لله. يعني أنا طبعا مرة يعني هم التقينا بالناس تحدثوا لي أنه مرات يدخلون على الموقع الإلكتروني حتى يشيك غرامته ما يلقيه، بينما هو موجود هنا من يجي راجع يلقي غرامة. شباب تعالوا لي منها، تعالوا منها. فالغرامة تكون ما موجودة على يعني على الموقع الإلكتروني بحيث أن المواطن يعرف هاي الغرامة إيش قد عليه ممكن يراجع، لكن من يجي يحول يتفاجئ إنه موجود غرامة. إحنا عندنا موقع خاص للمرور طبعاً أستاذ العزيز. نعم. اللي يقدر المواطن عن طريقه يشوف الغرامة، بس تعرف نوبات
احتمال جهل من قبل المواطن بالوضع، بس احنا يجي هنا حاليا الغرامه ما تقبل خطا، ما ثابته يعني. ثابته يستعلم على الغرامه. نعم. السلام عليكم، شلون شباب؟ استاذ شلون الامور؟ غرامات الحمد لله. قد عليك غرامات بعد؟ بعد ما وصل لك السرعه. شلونك حجي؟ الحمد لله الله يحفظكم ان شاء الله. كيلو غراماتك يبين؟ والله لا الحمد لله زين. سالمين؟ نعم. 100 100,000 هاي تتحول ملكيه؟ اي ملكيه بصملي. كملوا الغرامه شنو بالله هيك نريد نسال شنو كانت؟ وقف يعني وقف. وقوف مكان ايه وقوف. خاطئ. اي خاطئ. ايش عندك انت، خصوصي لو تاكسي؟ لا خصوصي. خصوصي كي سبورتج. اها اي ما قصروا الولد الحمد لله ماشي الامور. اي تسهيل امور ونعمه. تمام حاج شلونك؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ شلونك يا ابو؟ الامور زينه؟ شلون صحتك؟ الحمد لله والله اشوف النظام حلو. اي بالله العظيم نظام حلو زين. انت ايش عندك معامله اصلا؟ والله انا على مود بصمه للسياره. لا تبيع انت لو مشتري؟ لا انا بايع. انت بايع؟ اي هنا المشتري. اي اي, أي. زين شلون شفت الاجراءات يعني؟ لا الاجراءات الكاظميه خير من الله نعمه. نظامهم وهاي ومعاملتهم ويا المواطن كل زين. نعم بالله العظيم. تمام أي. زين انت اليوم يعني يمكن قبل ايش قد اخر مره مراجع المرور؟ والله انا زي ما اشتري سياره تطلع الكاظميه. كاظميه ارتاح. أيه. كل ما اشتري الكاظميه والله ارتاح. يعني اذا تلاحظ مثلا فرق بين زمان. لا 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 فرقهم ضباطهم اوادين. انا قاعد اسالك لان حضرتك يعني والدنا كبير بالعمر اكيد مر بعده دوائر. والله واحد يحكيها غير بخت العدل. نعم بالله العظيم لا قضيه اعلام ولا قضيه شذمه. نعم ايه هو هذا العدي. بالتوفيق عمي. الله يحفظك. بالتوفيق. شوف هنا الشباب. السلام عليكم. عليكم. شلون الامور؟ خير وبركه. غراماتكم 100,000 خفيفة هاي ثقيلة؟ والله هي مضاعفة. مكان إيقاف المركبة في مكان يمنع فيه الوقوف. وقوف خاطئ ها؟ كنا نسويها ودنودع بها المشكلة. الحمد لله. نعم شكرا لكم. يعني فعلا موضوع الغرامات اليوم هي مخالفة، مخالفة ما نقدر نقول لا، لكن كمبالغ فعلا تتراكم يعني وتزيد تضاعف على المواطن، يعني إذا اكو إمكانية إعادة النظر بها يعني هم هلا هلا بالمواطن. خلينا نشوف هنا الحجي شنو عنده. حجي شلونك؟ شلون صحتك؟ استريح استريح ما اريد نتعبك. العفو. شلون امورك؟ شنو معاملتك؟ معامله تجديد سنويه. تجديد سنويه. إيه؟ شلون الامور ماشيه؟ لا الحمد لله ماشي. احتاجت مساعده شيء؟ لا الله يسرع. طلبت مساعده لو ماشي؟ لا لا ماشي 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 عادي. شكرا لك. شكرا عمي. شكرا. احنا نعرف طبعا الوضع الانساني دائما يعني بالمقدمه، يعني عندكم مرشد اكيد وعندكم من يتابع هاي الامور، ف الحالات ايش قد هاي الانسانيه اللي تقدموا لها مساعده باليوم تقريبا كمعدل يعني؟ والله يعني استاذ العزيز حاله انسانيه تعرف خاصه بدوائرنا يعني بكثره بصراحه. نعم. لانه عندك محافظات يجيك شخص بعيد كبير بالسن. نعم. مريض. فاحنا الحمد لله والشكر يعني السباق انا بالنسبه لي هاي الامور. لا هو والله بصراحه احنا نحكيها دائما وزاره الداخليه دائما يعني في كل دوائرها اللي على تماس مباشر مع المواطن، واحنا زرنا وسجلنا اكثر من حلقه في عده يعني التعامل الانساني هذا موجود، وخصوصا هسه نلاحظ انه موضوع كورونا ايضا والاجراءات الصحيه دا اشوف انه يعني البعض لابسين كمامات البعض لا، فاجراءكم ايضا انتم بهذا الموضوع. والله احنا بالنسبه لنا موجهينهم حتى يعني دخولهم بالاستعلامات ارتداء الكمامه. بس تعرف بنعاني من مرات ما بنعاني من عتب لبسها دخل حطها بجيبه بنعاني من عتب صراحه. ونقول الله الحافظ خذ العراق ان شاء الله. يعني بهاي الاماكن يعني هاي هنا مسؤوليه المواطن بعد مو مسؤوليه دائره، هاي مسؤوليه المواطن انه انت دخلت المكان بتجمع حتى لو ثلاثه يعني حتى لو ثلاثه خلص يعني البس الكمامه للامان. احنا كليتنا ننسى مرات يعني انا من الناس انسى البسها مرات، لكن بعدين من اصلا اتذكر انه لا لازم بهيك مكان ضروري يعني الكمامه، وبدينا يعني بدينا شويه تقل الارقام، فخلونا نتعاون انه هذا موضوع الكورونا ما يكون داخل دوائرنا، يعني شويه نحاول يكون يعني حالات الشفاء اكثر. حدثني احد المواطنين برا اللي تابعين الشركات على موضوع انه عندهم 10 معاملات تنجز ممكن، لكن انتم موقفيها حاليا، هذا شنو قضيه؟ هو مو توقف، هو تعرف الشركات بامر السيد معالي وزير الداخليه انطاهم يوميه كل شركه 10 خارج البوابه، يعني نعم. خارج الحجز الالكتروني. نعم. فقط لتسجيل لاول مره. نعم. وتسجيل لاول مره مع نقل ملكيه. نعم. لانه نتجاوز مرحله المركبات اللي بدون لوحات. بس تعرف وصلت مناشدات للسيد مدير المرور العام
بخصوص قسم من اخواننا بالشركات بدا يستفز بالمواطن، وصلت معلومات غير يعني مشجعه، استخدموها استخدموا الامور اخرى. فاحنا حفاظا على المواطن وسمعتنا وسمعه دوائرنا اتخذنا هذا الاجراء. نعم، بالنهايه هو يعني الموضوع رسمي ان انت تستثني 10 من 10 تسجيل لاول مره، مو نقل ملكيه، وهم اللي يطلبون نقل الملكيه، بالتالي هو يمكن يقدم على البوابه والبوابه ماشيه. نعم، هي احنا سمعنا من اكثر من دائره مرور او حتى من سيد مدير المرور العام انه حتى موضوع الحجز الالكتروني ممكن يلغى، بس انه تترتب الامور اكثر ان شاء الله. احنا يعني هو جادين بهذا الموضوع. نعم، وبعض المحافظات تفضلوا صريح واسفين، قسم من المحافظات امر السيد العام بالغاء الحجز الالكتروني فيها. نعم نعم. السلام عليكم. السلام. شلون الصحه ابطال الجيش العراقي؟ شفتكم بالمرور اليوم؟ والله تحويل سيارة. تحويل باسمك تبيع لو تشتري؟ لا مشتري. زين، الإجراءات شلون؟ بدون مجاملة. أحسن مركز تحويل. الكاظمية. الكاظمية. زين. حتى إذا يعني شلون نقول أكو يحق لك بغير المكان تحول. نعم. إحنا نتقصد نجي هنا لأن مكان مرتب. يعني الإجراءات. إجراءات سلسة مرتبة. زين. كل شيء مكانه. أنتوا يمكن عندكم استثناءات العسكريين يوم بالأسبوع أو هيجي. فأنت مستغل يمكن اليوم عندك مجال. أي والله صحيح. جذبي. اليوم. يعني هذا الموضوع خدامك اليوم ك. أيه، وهو المكان هم مرتب شوية. نعم. ترتيب المدير يعني شغلته كلها مرتبة. نعم. شكرا لك. شكرا. شكرا. هنا راح أشوفك في يعني إنجاز. نعم. باشرنا به يوم أمس. والله من قبل توجيه معالي السيد وزير الداخلية المحترم. نعم. السيد وكيل وزارة شؤون الشرطة. نعم. وبإشراف شخصي من قبل السيد مدير المرور العام. نعم. اللي هو أنجز معمل لتثبيت اللوحات هنا طباعة اللوحات. نعم. داخل المجمع احنا شفناه بالتاجي يمكن موجود هذا كان في يمكن اليوم يعني قناة التغيير هي أول قناة راح تكون سباقة بال. نعم، المكان جديد فعلا، مبين منشأ جديد ومباشرنا به. نعم. اليوم يعني أول قناة زورنا وتلاحظ هذا. نعم. الإنجاز وهذا العمل. نعم. فبادر السيد مدير المرور العام المحترم. نعم. بجهود استثنائية حقيقة احنا. نعم. باشرنا يعني. نعم. بعد ما جابنا نقلونا المعمل. نعم. فقال قلت له سيدي هذا شوي نتاخر الاجراءات وهاي، قال لي ما تتاخرون انا اريد عمل. نعم. فالخميس والجمعه والسبت انجزنا العمل كامل، يوم الاحد احنا باشرنا بطباعه اللوحه الاولى. نعم. نعم. هاي اللوحات وهذا العمل هو الغالي منه التقليل عن كاهل المواطن، بالاضافه ان احنا عندنا 5 مواقع ببغداد تخففون الزخم. الزخم يعني فقط كان تاجيات حسينيه. هسه الاحرف اللي عندكم شنو هنا؟ احنا كل الاحرف كل يعني انا اشتغل وطني يعني مشروع الوطني الالماني كامل، اضافه اللوحات القديمه نحولها الى مشروع وطني. زين، احنا خلينا ناخذ فكره شلون يتم هذا الموضوع. طبعا هي هذه، سلام عليكم. هذه هي المانيه تجي من برا. نعم. هذه اللي مستورده. نعم. باقي التفاصيل يمنا. نعم. مو نعم. هسه انت حضرتك تحط الارقام، تحدد الرقم مثل ما موجود. لا، حتى نصير طبيعي على الماكينة طبيعي. يعني هذا هسه تسلسل الرقم وشون يعني مثل بريس هذا. نعم. يمكن الدقة هنا أهم شيء. إيه طبعًا. التأخير إحنا الوقت ما يخاف خذ التأخير، بس دقة يعني. إنه لازم الرقم. دقة بالصرف بالطباعة بالتسليم لحد المواطن يستلم مرتاح. هسه هذا رقم جهز هنا. إيه. هذا هو رقم يعني سر رقم الأمام والخلفي. إيه. كل لوحة بها ميزة اللي هي إذا تلاحظ هاي الأرقام اسمها أرقام معملية. نعم. هذا خاص رقم يعني. رقم القطعة نفسها. رقم القطعة وليس رقم المركبة. نعم. رقم نعم. القطعة هذا اللي هذا. نعم. يعني إذا تلاحظ هسه. موحد. موحد. نعم. يعني مثل هذا 62 هذا نعم. لازم 63. تسلسلي. هذا هسه بعد ما تنجز لنا. نعم. يتوجه لنا الأخ يبدي بمرحلة التلوين. نعم. تطلع اللوحة بهالطريقة. هسه هذا راح يدخل إلى هذه الماكينة اللي هي مال الحبر، هذا ينضاف له حبر. زين، هذه يعني كانت مشكلة قبل فترة بالعراق عندنا إنه موضوع اللوحات. نعم. كان فيها إشكال وما موجودة. كانت مو موجودة. ومرسقات. إيه كانت مو موجودة، بس بعد استلام السيد مليون أظن سمعنا تقريبا عدد وصل هالشكل باشر وعلى الفور بتسليمنا اللوحات. نعم. كل المواقع. والآن يعني هالسنة تقريبا ما أقول لك يوم ويوم يعني فرق يوم بالطباعة فقط. نعم. يعني سابقا شهرين 3 أشهر 4 تقدر المواطن ما عنده لوحات.
هسه اليوم اليوم عندك مواطن بيفتر بالسيارة بدون لوحات ويجوز أرقامه يمك، فشو نقول له؟ احنا وجهنا طبعا أستاذ العزيز، وجه السيد العام المحترم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالقنوات بأنه ضرورة مراجعة المواطن لغرض استلام اللوحة. كل اللوحات مطبوعة، ما عندنا أي لوحة ما مطبوعة. يعني المواطن اللي يجول هذا يعني يعتبر همتين يعني من خلال قناتكم مسؤولية على أي مواطن يتجول بدون لوحة ويتعرض لمسألة قانونية. إحنا الظروف يختلف والأمور، فاللي ما يراجع هو يتحمل مسؤولية. يعني خلال تجوالنا يمكن أخذنا من وقتك سيادة العقيد، وما نريد نأخر المراجعين أيضا، نشوف شنو عندهم. سيدي من البصراني بس عن استلام الملصق إذا سهل الأمر، يعني يقولوا بعد 3 أيام تدري الفنادق. يعني جزاك الله خير سيدي، الله يبارك فيك. من البصرة اي والله، والله البحر ما قصروا وياي، هم جيت سيارتك بغداد. بغداد سيارتي اي والله ما قصروا وياي البحر، ممنون سيدي. ومكمل كل شيء صارت مال الكورونا وقعدنا ببيوتنا. هسه دزولي رساله بين اراجع يوم 26، جيت اليوم النقيب الولد هذا ثاني الضابط قال لي الا يكتب لا مانع انا مو مشيك. بس هاي اي بس هاي الله يحفظك. يعني هو واصلت رساله كل شيء اليوم، وصلت رساله البارحه، وصلت رساله يوم 26 بالشهر الحمد لله. هنا كان ببدايه الحاسبه اللي رحنا لها هناك كانت بالبيت هسه كان هاي موقعها اي قللنا الزخم. فيعني حاولنا نجمع شكو عندنا مفصل بالدار، يعني مثلا حاسبه التراسل ويا السيطره البرمجيه يعني شيء قريب على شيء، فخلينا هنا حتى تقللون الحلقات بالضبط واللي يكون قريب المواطن. يا ابو بس بصم هذا الاب عمي ما قصرت شاي، بس بدي بصم اروح انا والولدك من المعارض. هذا علي بصم الحج بسرعة بصموه. يلا تومر. ممنون ممنون. هنا نبصم البائع في المشروع الموعد القديم. بعد ما يكمل منه راح يتوجه لهاي القاعة هنا. هاي. سيدي أنا طلعت رقم يقول لي هذا القاف خاء. شنو؟ صق القاف خاء ممنوع. ما في هذا شو صار بي إجراء. ارجع قال له المدير خليه يمشي. عال من كربلاء بس تسيت انا قال لي 3 أيام صار 7 أيام. تمام رمضان منو سيدي؟ يلا الله يوفقك. منو سيدي؟ اذا ممكن موافقه جنبي حاسب. احنا والقوات الامنيه الداخليه نعطيكم احد واثنين اخوي العزيز. سيدي الله شاهد ما اعرف ماخذ زمنيه. ها؟ ماخذ زمنيه من سامره. من سامره؟ اي والله. يلا دلع تمام. الله يسهل امرك. تمام. ايش عندك حج؟ الله يحفظك. العمارة؟ شلون العمارة؟ بخير. سيدي عن مسألة التراسل. أي. يعني هي انا ادري بها بنفسي اليوم، يقول لي من هذا الخميس. يعني إجابة اخوي العزيز. نعم سيدي. جهز التراسل هذا الفوض خليل. نعم. يرسله نهاية الدوام ننتظر اللي مجاوبين عليها يا هو ما مجاوبين اياهم، فهسه اليوم راسلها. للخميس قال. لا هسه اليوم راسلها، هسه انا خليل اكمل لك اياها اليوم. يعني وانت مو للخميس ان شاء الله يعني منتسب وزمنيه خليه خليه يقول المدير خليه يتصل هسه كمل. هاي القاعه هاي كلها انشاء جديد طبعا. هاي قاعه المشروع الوطني اللي اذا تلاحظ يعني هاي الانسيابيه العمل وهاي الكوادر المرابطه موجوده القاعده والكراسي وهذا طبيعي وضع طبيعي وزخم ماكو تلاحظ يعني غير اجراءات تحويل الملكيه شنو اللي عندكم ضمن الدائره؟ يعني اصدار مثلا اجازات سوق تجديد لا اجازات ما عندنا حاليا. عندنا نقل ملكيه تسجيل لاول مره، تجديد سنويه، فقدان سنويه. اي تفاصيل عدا اجازه السوق كلها داخل الموقع. نعم نعم. وهاي يعني المراجعات كلها اغلبها تكون على موضوع النقل الملكي. اي نقل او تسجيل. هاي عندنا محطه يعني تسمى محطه ترويج المعامله. زين. يدقق المعامله اللي عندنا هنا اخوان مختصين. نعم. احنا اي نقدر يعني ندخل يمهم. اي خلينا نشوف الاجراءات شلون زين. أنا دا أشوف سلام عليكم. عليكم السلام. ما عندكم شيء يمكن واقفين هسه؟ ما عندنا شيء الحمد لله. يعني هاي الناس أنتم عابرين مرحلة. جاهزة معاملاتها وجاهزة. زين، أنتم شو تسوون تسلسل معاملاتكم شو؟ إحنا ترويج المعاملات. نعم. تجي المعاملة من البصمة ضابط بصمة. نعم. نحولها للتصوير. للتصوير. زين، إيش قد تطول يمك أنت؟ ما تطول يعني دقيقتين إيش مواقف؟ تدقيق. بس تحويلي بس دقيقة وأحول. أحول. نعم. ويعني الزخم. يكون عندك ساعات النهار الاولى يمكن الصبح قليل شيء بسيط اثناء الدوام الرسمي بدايه الدوام وما عندنا ذاك الزخم. نعم بعدين تنتهي تمشي. تنتهي. شكرا لك. حبيبي شكرا.
نريد نشوف القاعه مال السنويات ايضا، يعني انجازكم بيها مثلا اعداد السنويات باليوم ايش قد تنجزون؟ نتوجه القاعه مال السنويات. احنا لا تلاحظ يعني حتى قطع دلاله للمواطن يعني واضعين يعني ارشاد للمواطن. شبابيك متسلسله يعني لا تلاحظ شباك واحد اثنين ثلاثه، يعني بعد استلام السيد العام لل نعم اذا تلاحظ يعني هذه هنا موضوع السنويات، هنا السنويات والقيود. هاي قاعه انشات يعني يعني قبل اسبوعين تقريبا باشرنا مراجعتها منها يمكن الشباك. نعم. احنا هذا الشبابيك مقفله كلها. نعم. يعني حتى المواطن ما يدخل هنا انه نعم. فقط للقاعة. للقاعات. نعم. بس احنا هنا اذا نعم. تلاحظ هسه القاعة الخاصة الغرفة اللي طباعة السنويات نعم اللي نطبع بها السنوية اللي جاية نعم. هذه هي هاي الغرفة هنا خاصة بطباعة السنويات. نعم. السلام عليكم. السلام شباب. السنويات ايش قد تقريبا باليوم تنجز؟ يعني يكاد نوصل 500 الى 600 سنويه يوميا. مرات المواطن يستلم مرات تبقى عندكم؟ لا يعني تقريبا 95% يستلمها نفس اليوم. نعم. يعني ما عندنا تاخير بانجاز السنويه. نعم. يعني كل يوم تسرع فيها تمر مرحله السنويه. لا اقصد المواطن مرات ما يجي يستلمها. عندنا السنويات هاي كانت سابقا استاذ العزيز. نعم. لان تعرف نعم. سابقا كانت السنويه تقول له اسبوع 10 ايام يلا تراجع المواطن الان. نعم. نفس اليوم. نعم. يعني كم المعاملة ياخذ سنوية بنفس اليوم. نفس اليوم. فيبقى ينتظر ياخذ سنوية. ياخذ سنوية. نعم. ما عندنا تأخير بهاي النقطة. لا هاي لهذا الموضوع الحمد لله والشكر. نعم. يعني تمام الأمور إن شاء الله. آخر مرحلة هي هذه استلام السنوية. إيه هاي بعد الطباعة. زين. يتوجه للي. للاستلام. احنا نريد نشوف القاعة هي مال البصمة مو أو. إيه هسه نتوجه للقاعات الإدخال. احنا عندنا ثلاث قاعات للادخال. عدد الشباب 12 محطة عندنا فيها 12 محطة. نعم. نعم 12 محطة لترويج المعاملات. احنا يعني حكينا من خلال قناتكم الكريمة نعم. ندعي المواطنين الابتعاد عن اي شخص خارج الدارة نعم. والتعاون مع بصراحة سمعنا خارج الدارة ذكرتني بهاي الملاحظة حضرتك. فعلا احد المواطنين يتحدث انه طالبين منه فلوس يعني على موضوع انجاز المعامله مالته. فيعني حضرتك شو توجه اليوم المواطن؟ انا اوجه نداء للمواطن. يعني انا بالنسبه لي يدخل المواطن للداره واذا لاحظ اي حاله سلبيه او اي شخص يعني ساومه او طلب منه فد شيء او قال له على شيء خاص، انا مستعد اتخذ اجراء امام المواطن بالمنتسب مالته. نعم. فهاي الحالة الحمد لله والشكر احنا يعني منتهية تماما عندي داخل الموقع. بس قبل سنوات كانت يمكن غادرناها اليوم. الحمد لله لا الان الامور غير شيء يعني. نعم. احنا ندعي المواطن. انت هسه حضرتك تكلمت سابقا قلت لك بانه انت راح تدخل الموقع راح تشوف غير اللي تشوفه برا. نعم. يعني الحمد لله انسيابية يعني اذا الشباك فارغ بعد شكل المواطن رايح متجه لاي طريق اخر. نعم. لوش. نعم يقدر هو يجي يتعامل ويانا ويجي واحنا حاضرين بخدمته. نعم. يعني هسه في وقت احنا تقريبا هسه الساعه 12. نعم. شوف وضع الدائره. نعم فعلا. التوجيه السيد العام عدم مغادره الدائره للحين انجاز اخر معامله مواطن. نعم. يوميا. حتى لو بقيت المسائي. انا بالنسبه لي موقع هنا دوامي يعني الساعه 4 يوميا الساعه 6 6 وربع 6 الى 10 يلا اسمح لهم يغادرون الدائره انجاز اخر معامله المواطن. نعم. خلينا نشوف هاي صالات الادخال القاعه مال الادخال اللي عندكم. هذه شلون التسلسل بها يعني كل مجموعه تدخل احنا هنا اللي قبل شويه تفضل الاصليه كلشه بالدوام العسكري ميسر وهاي تعبان هاي اوضح يعني وانا بالكويت شيخ سعد اخوي العزيز انت الله يسلمك الهويه الاصليه ضروريه موجوده بالتسجيل. تجيب لي الاصليه وتجيني موجوده بس تعبانه من ماكو تعبانه حبيبي الغالي احنا يعني شلون نتعامل وياك على مستمسك مصور اسجل انت بايع لو مشتري انا مشتري ايه. هذا راح نشيله قيد جديد بالنظام يعني هو فقط يعني هالمره هاي الاولى نقدر نقول بعدين قيده موجود بالنظام فماكو داعي
مطالبه مستمسكات، فتعرف تجيك مستمسك. موضوع المستمسكات يمكن لضمان حقوق المواطنين أكيد نفسهم. أكيد, يعني اكيد اكيد يعني موضوع تزوير موجود، اكو من يشتغل. نعم. طيب هذه هي قاعة ادخال البيانات. قاعة ادخال البيانات احنا كل محطة يعني هسه عندنا خمسة، هاي المحطة بها خمس مدخلين، وكل مدخل يشوف قدام المعاملات يعني مال المواطنين اثنين ثلاثة أربعة، فهو يصيح باسمهم ينادي يقعد هنا يصور كم الإجراء ويطلع. نعم. بس منه هذا وطالع. نعم. حاج شلونه؟ الحمد لله. شلون أمورك؟ حياك الله. شلون الحمد لله المعاملات جيدة، تعاون ويانا الضباط المراتب. اها. الحمد لله. تأخير اكو عندك؟ والله نص ساعة ما طولنا، المعاملة سلسة ومريحة. ايه نص ساعة وصلنا للبصمة. اكو ناس برا سمعت انه موضوع يعني دول العرض شيء وغيرها ياخذون فلوس. لا لا هو كيف المواطن هي الدارة فارغة وشو انت شوفت يقدر بيده يمشي معاملة بدون يقدر. اذا يعني فعلا يعني انت كمواطن ممكن بايدك تجي تتراجع، وحتى اذا يعني عندك نقص بالمعلومات اليوم يعني هذا برنامجنا دا ينقل لك الصورة دا ينقل لك المعلومة، بالإضافة أن الكل متعاونين يعني من مدير الدائرة إلى أقل رتبة فيها، أنه ممكن تسأله ويوجهك، فأنت خلص معاملتك بيدك وأدخل بنفسي. والله المدير ما قصر. نعم. سيادة العقيد خلينا نشوف هنا المواطنين اللي لازمين سرة. حجي شلونك؟ حجي ما أخريك المرور شكلهم ها؟ لا لا والله ها. لا سلامتك. ماشي الأمور؟ ماشي الحمد لله. اللقاء لقينا هناك شو بس وصل قبل اللقاء، بس أنا أقول لك شيء واحد، علامات دالة ماكو يعني أسأل هذا. أنا والله بصراحة قبل شوية شفت علامات دالة ما أدري. والله هذني هواي هذني السود هواي والله ما يجوز انا عيوني ما ادري خادم الحسين رحمه الله. الاخوه هنا احد عنده شيء ملاحظه شيء يعني نحب نسمع اذا اي احد عنده ملاحظه. الحجي خلي استاذ العزيز بالعكس يعني يعني بدي يعني اي مواطن عنده ملاحظه ما بدي اسمعها. شلون الامور؟ لا الحمد لله ماكو شيء. ماشي لا لا استريح 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 معاملتك اي عسره صحيح بس من بغداد. اي نعم يعني الامور ماشيه. حجي شلونك؟ عليكم. عليكم السلام. شلون الامور؟ مشكورين على جهودكم. نعم. الله يبارك فيكم. انا من العماره وسيارتي رقمها صدامي. نعم. وعندي غرامه دفعتها بالعماره. نعم. وهذا الوصل مالها. نعم. وراجعت المكان اللي دفعت به. نعم. وقالوا هاي رفعت الغرامه هسه من جت هنا دفعت مره ثانيه باقي بالنظام عليك هاي 12/3/2019. نعم. اي ما مرحله يعني باقي عندنا بالنظام 20,000 دفعت هسه 40 يعني فوق ذيك ال 20 اي ومتضاعف تضاعف يا بس انا دافعها اصلا استاذ دافعها هناك بالعماره وراجعتهم يعني خلال اسبوع راجعتهم. زين عندك وصل ما هذا الوصل اللي دافع به يعني بس ما راح يعد بالنظام ثلاث اضعاف موجوده ثلاث اضعاف احنا هاي الحالات تجينا عندنا شعبه خاصه بالغرامات في المقر العام يمكن بس هو تعرف بعد بامكانه يراجع المقر العام يطلعوا له سجل الدفتر ويرحلوها رسل قالوا هاي رحلت بعد ما عليك شيء لا مو بالمو بالعماره لا لا بغداد هنا بغداد هي قريه مركزيه هي هو العماره ديزني اللي جاي هو قال احنا نرحلها منا طهر سنه يعني صار سنه سنتين تقريبا مو غرامه اي صحيح حق استاذ ما يعني ما يصير هالشكل يعني هذه هم انا ما ادري هذه شغله من المرور العامه يعني نفسها تبعت له اضعاف انا شنو اي المفروض ترحل اول باول ويمكن هذا ايضا الموضوع له علاقه بالموقع الالكتروني اللي ايضا مرات ندخل من حالياً هسه حاليا النظام الجديد ترحيل فوري يعني كل لاحظت الغرامات انت بعد يعني استيفاها من المواطن مباشر تترحل لانه ما تتروج معاملته اذا ما مرحل يعني هسه يعني بالحاسب يعني هسه الاخ راح مني بده يصور اذا معاملته اذا ما مرحل الغرامه ما تمشي بالنظام توقف راسه توقف فهسه راح يلاحظها يعني منظر منها تروجت معناه الامور مش الطبيعي ذاك المبلغ يروح بعد المبلغ اللي اندفعت انت حتى لا تخالف بعد حجي ما مخالفه والله ايش يعني مجرد يم المشروع الوطني انا واقف جاي امشي المعامله من المشروع الوطني يعني ساحه مفتوحه من المشروع الوطني خليتها جيت وصل لازقي يعني يا كان مراجعكم انت مضرور العوض على الله يسوي الحمد لله يعني ما اعرف نتمنى هاي موضوع الغرامات شويه يعني هم اعاده النظر بها شويه وهذا موضوع ترحيل الغرامات بالسرعه الممكنه ايضا يعني المجموعة يمكن تغيرت اللي قبل شوية احنا
الدائرة احنا. اي نعم. بالعكس الدائرة هاي كل زينة واحسن دوائر بغداد. يعني ما يخالف بس ما شفت شيء سلبي، ما شفت فد نقطة، احكي لنا. ما اسولف لك انا، اسال اسال على مشروع ستة. حتى أيه. بالشارع هو يسولفك على مشروع ستة. اللي هو مديرها الاخر. اللي هو الكاظمية. اي الكاظمية مشروع ستة. نعم. بقيادة السيد عقيد علي. نعم. وارقى دائرة شفناها بحياتنا احنا. نعم. مو عندنا يعني حلو هاي الحمد لله. الايجابية اللي موجودة عند المواطن. وانه دا يشيد بالدائره يعني عقيد علي فعلا انه شيء يفتح القلب انه من نشوف ناس تحكي بالايجابيات، لكن بنفس الوقت احنا ما نريد نوقف ونتابع ونبحث اذا اكو سلبيه او ملاحظه. الهدف اليوم احنا هدفنا كقناه او كبرنامج بلا عنوان، هدفنا انه نوصل للمسؤول يابا عندك فلان نقطه مثلا، وانا متاكد ماكو مسؤول راح يتاخر في اصلاح دائرته. فحضرتك انت اكيد يمكن تقعد ويجوك الناس يشكو لك مرات اجراءك في شيء حالات. احنا استاذ العزيز يعني انت لاحظت المواطنين. نعم. وثنائهم على الموقع. نعم. الحمد لله هذا الشيء يزيدني يعني انا يعني بعد اكثر ان شاء الله. اكيد يعني هو السبب يعني الرئيسي في قله المشاكل هو تواجدي قرب المواطن. نعم. يعني المواطن بتكون قريب عليه تحل مشكلته تسمع منه فماكو داعي بعد يعني. يمكن هم يتعلق بالكادر اللي يشتغل وياه. اكيد اكيد. اكو تعاون اكو تفاهم. اكيد انا يعني الواحد ما اقدر اشتغل. انا الكادر كله متعاون وياي وايد وحده مثل كما يقال والحمد لله وشكرا. النقطه الوحيده اليوم اللي بصراحه كانت يعني ملاحظه من المواطن او سلبيه انه موضوع الموبايلات، وهذا طبعا مو يم دائره الكاظميه او غير دائره، هو تعميم جاي من سيد مدير المرور العام. فسيد مدير المرور العام يعني فكروا لنا بالموضوع، عيدوا لنا النظر به، او على الاقل جهزوا لنا غرف يحطون الناس بها موبايلاتهم، لان اشتكوا كثير يعني بهذا الموضوع. اي كلمه اخيره تحب؟ انا اشكركم. نعم. طبعا لهذا الزياره المباركه، وان شاء الله نعاهد السيد معالي وزير الداخليه، السيد وكيل وزاره شؤون الشرطه، السيد مدير المرور العام بانه نكون جنود اوفياء في عملنا وخدمه للمواطن. نعم، شكرا لك سياده العقيد، شكرا. اذا كنا على مدى الوقت الماضي مع بلا عنوان من دائرة مرور الكاظمية. اليوم كانت حلقة يعني تحدثنا بها مع المواطن وأيضا مع السيد مدير الدائرة. انتظرونا في حلقة قادمة من بلا عنوان وعنوان جديد. إلى اللقاء.